لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. أعظم من يونان، أعظم من سليمان، أوصاف يجب أن نقف عندها في دراستنا. وقد وصلنا إلى إنجيل متى أصحاح 12 في برنامجنا فاحصين الكتب. بنرحب بيك ضيفا علينا في حلقتنا اليوم. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هاهنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. المسيح كان لسه عامل آية عظيمة عندما شفى المجنون الأخرس الأعمى، لكن وهم ما قدروش ينكروا هذه المعجزة، نسبوها إلى الشيطان. بس دايما كانوا عايزين المسيح يظهر إبهار ليهم ويعمل آيات وعجائب. المسيح ما كانش جاي علشان يبهر الناس، لكن جاي برسالة أهم بكتير جدا، أن يقتاد النفوس إلى التوبة وأن يعلن ليهم قلب الله. المسيح لما وقف قدام هيرودس وطلب منه أن يصنع آية، المسيح لم يصنع ولا آية ولم يجبه عن كلمة واحدة. المسيح في أصحاح 8 وأصحاح 9 عمل آيات كتيرة، حوالي 12 آية، معجزة شفاء. ويوحنا 7 يقول لنا، مع أن يوحنا 12:37 يقول: مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. يوحنا 2: إلا أمنوا لما رأوا الآيات، لم يأتمنهم يسوع على نفسه لأنه يعرف الجميع. مع أنه عمل وسطهم أعمال لم يعملها أحد غيره، لكن عدم الإيمان والرفض الصريح كان واضح جدا في الجماعة دول. مرة تنهد بروحه لما كانوا عايزين منه آية، لغاية ما ترفع المسيح على الصليب قالوا له: انزل عن الصليب لنرى ونؤمن. وتبقى آية برضه لو نزلت عن الصليب وانت مسمر ومعلق، ورينا آية. لما قام من الأموات رفضوا أن يؤمنوا به، مع أن أخبار قيامته زاعت، أنكروا ودفعوا رشوة للعساكر عشان يقولوا ده التلاميذ سرقوه، لكن هو ما قامش. وبعد ما نزل الروح القدس والآيات توالت على أيدي الرسل والقوات المعجزية، برضو ما كانوش بيؤمنوا. فهذا الجيل المسيح قال عنه جيل فاسق وشرير يطلب آية.
ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. آية يونان النبي الموت والقيامة الدفن. والمسيح في إنجيل متى أشار بدءا من هذا الفصل إلى 7 مرات إلى موته وقيامته. هنا المرة الأولى في أصحاح 16، هنشوف المرة الثانية أصحاح 17، المرة الثالثة وهكذا 20. أشار 7 مرات، هنا أول مرة من المرات السبعة بيشير إلى دفنه وإلى قيامته. كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، وهوذا أعظم من يونان. ها هنا شتان الفارق طبعا بين الرب ويونان، في مشابهة أنه ده كان في بطن الحوت والرب لابد له أن يكون في قلب الأرض، أو بتعبير رسالة أفسس أقسام الأرض السفلى، إلا أن يونان كان في بطن الحوت نتيجة عصيانه وتمرده وعدم طاعته، لكن رب ليه كل المجد كان في قلب الأرض نتيجة لطاعة عجيبة. يقول الكتاب وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الإشارة إلى يونان هنا ليها مدلول واضح أنه في مشابهة فعلا ما بينه وما بين المسيح. يونان أرسل إلى نينوى برسالة قضائية لوح لهم بالدينونة، نادي عليها، وما عملش ولا آية لأهل نينوى، والرسالة كانت قضائية، ومع ذلك أهل نينوى بالكامل تابوا بمنادات يونان. هذا الجيل كان بينهم من هو أعظم من يونان، ونادى برسالة النعمة والخلاص وصنع آيات هذا عددها، ومع ذلك لم يؤمن. كان الرب بيلوح أنه زي ما يونان ترك أرض عمانوئيل وترك اليهود وذهب إلى الأمم مرسل من الله، أنه ده اللي هيحصل، وده اللي بان في أصحاح 13، سيخرج من البيت ويذهب عند البحر، سيتحول إلى الأمم، نهر النعمة سيحول مجراه عن إسرائيل. لما قال هو ذا أعظم من يونان، ها هنا أقدر أشوف سباعية جميلة، المسيح أعظم. طبعا هو أعظم في أكتر من سباعية، بس نكتفي بالسباعية اللي فيها أعظم في شخصه. فيونان مجرد إنسان، والمسيح هو الله الكلمة المتجسد. أعظم في إرسالياته، لم يرسل إلى مدينة ولو كانت عاصمة العالم، أرسل إلى العالم. الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. أعظم في صلاته، فهو لم يصلي عندما طلب منه الصلاة في السفينة واضطر للصلاة في جوف الحوت، لكن المسيح يتقال عنه مش أنه كان بيصلي، أما أنا فصلاة. ثم أعظم منه في موته، فيونان لم يمت، المسيح مات. أعظم منه في قيامته، إذا كان يونان لم يمت فهو لم يقم أيضا، ومش هو اللي قدر يطلع نفسه من جوف الحوت، لكن المسيح لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضا أن أخذها. نمرة 6، هو أعظم منه في كرازته، فيقول لنا في تيموثاوس الأولى 3:16، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم. ما أعظم النتائج، هنشوفها قريب لما نوصل. صحيح النتائج بتاعت كرازة يونان كانت عظيمة، لكنها لا شيء يذكر إلى عظمة نتائج كرازة المسيح. أخيرا وليس آخرا، هو أعظم منه في شفقته. يختم سفر يونان بكلام الرب ليونان، أفلا أشفق أنا؟ أنت ما بتشفقش، الناس دي خلصت، أنت ما بتشفقش. المسيح بكى على المدينة وفرح لخلاص النفوس. نعم، المسيح أعظم من يونان في أشياء كثيرة جدا. قبل ما يونان يكرز للأمم في نينوى، اجتاز فيما يشبه الموت والدفن والقيامة. كذلك الرب يسوع يقول لنا في كورنثوس الأولى 15، مات من أجل خطايانا حسب الكتب، ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. الحقيقة لما بيقارن
وبيقول لنا كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. البعض بيقول فين 3 أيام و3 ليالي اللي المسيح قضاهم في القبر؟ فهو عمليا دفن قبل غروب شمس يوم الجمعة، يعني جزء صغير من يوم الجمعة قضاه، وكان مساء السبت يلوح، السبت كله مساء ونهار، وبعدين فجر الأحد قام وترك القبر. إذن جزء صغير من يوم الجمعة، جزء صغير من يوم الحد ويوم السبت كامل. فين 3 أيام وفين 3 ليالي؟ لكن اليهود فاهمين هذه اللغة كويس قوي. ومثلا في أيام استير لما قالت صوموا من جهتي لمدة 3 أيام وأنا في اليوم الثالث أدخل إلى الملك، مش في اليوم الرابع، فواضح أن جزء من اليوم بيتحسب يوم بليلة. لما نفس اليهود دول راحوا لبيلاطس قالوا له مر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لأنه تذكرنا أنه قال أنه في اليوم الثالث يقوم، ما قالوش إلى اليوم الرابع. فهم فاهمين هذه اللغة أن أي جزء من اليوم بيتحسب يوم بليلة، وأعتقد أن ده حتى في عالمنا المعاصر موجود في الفنادق. لو واحد بيحجز أوضة في فندق بتتحسب من الساعة 12 الظهر لغاية تاني يوم الساعة 12 الظهر، فلو دخل في يوم ودخل في اليوم اللي وراه هيتحسبه يومين أو ليلتين، فيدفع حق يومين كاملين مع أنه ما قعدش اليوم كامل هنا ولا اليوم كامل هنا. برضو في الجيش بتحسب اليوم، أي ساعة من اليوم بيتحسب كأنه يوم بليلة 24 ساعة. لو واحد تغيب عن المعسكر لمدة ساعتين مثلا من الساعة 11 بالليل لساعة 1 صباحا تاني يوم، يعملوا له أورنيك ذنب ب 48 ساعة غياب عن المعسكر، مع أنه عمليا ما غابش غير ساعتين اتنين، بس ساعة في اليوم ده وساعة في اليوم ده. إن كان في تشابه بين الرب ويونان في الموت والقيامة، فمؤكد فيه تشابه بين الرب والثليمان في المجد والملك. وبالرغم من أن ثليمان تاريخيا كان قبل يونان ب 200-300 سنة، إلا أن الرب كان بيرتب الأمور في نطاقها اللي بتشير إليه. يعني ملكة تيمن راحت لثليمان قبل ما يونان يروح إلى نينوى، لكن الرب أشار في البداية إلى يونان وأشار في النهاية إلى ثليمان، لأنه الرب إن كان تألم ودي المشابهة بينه وبين يونان لابد أن يتمجد، ودي المشابهة اللي بينه وبين ثليمان. وأنا الحقيقة استعمال اليونان وسليمان كوجه شبه عجبني في حد ذاته. أنا لو مكانه هقول لك يونان ده ما تجيبليش سيرته، ده يعني عمل حاجات تزعله كتير، بس هو مش واقف لنا على الواحدة إنجاز التعبير، ولا كل حاجة تمسح كل حاجة بالنسبة له. هو موضوعي جدا في حكمه على الأشياء. سليمان نفس القصة نهايته ما كانتش يعني جميلة، لكن مش ده اللي خلى الرب يمسح كل حاجة شفت دليل زي ما بيقولوا، لكن هو عنده واقعية وعنده منطقية في الحكم على الأمور، ويعرف يلاقي الحاجة الحسنة. ده اللي كان مكتوب عنه من شوية، أنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. أرى أيضا ارتباط آخر بين يونان وسليمان، بالإضافة إلى الآلام اللي في يونان والأمجاد في سليمان، أن التوبة تسبق الإيمان. فأرى في رجال نينوى التوبة، بينما في ملكة التيمن التحرك الإيجابي، وطبعا إذا ما كانش التحرك الإيجابي يسبق توبة لا قيمة له. وأضيف إلى ذلك أن هناك ثلاثية جميلة في هذا الأصحاح: المسيح أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان، والترتيب الروحي والأدبي رائع. فالمسيح أعظم من الهيكل لأنه عندما أتى المسيح ما عاد لزوم للذبائح ولا للنظام بتاع الهيكل ده كله من أوله لآخره. ده المسيح بموته على الصليب أنهى القصة بتاعة الهيكل. لكن بعد ذلك عندما مات لم يمت ويبقى بين قبضة الموت، لكنه قام في اليوم الثالث ونرى صورتها في يونان. لكنه مش بس قام وصعد، لكن وعد أنه سيرجع ثانية ويملك، مش على أرض مهما كانت الأرض كبيرة، لكن على كل العالم. فهو أعظم من الهيكل،
4000 سنة إلى أن جاء المسيح ومات فوق الصليب، وأعظم من يونان لمدة 2000 عام بعد الموت وقيام يكرز به في كل المسكونة، ثم هو أعظم من سليمان لمدة 1000 عام عندما يأتي ويملك على كل الأرض. رجال نينوى سيقومون مع هذا الجيل ويدينونه، وملكة سبأ ستقوم مع هذا الجيل وتدينه. رجال نينوى هيكونوا شهود إثبات على هذا الجيل إن إحنا اللي عاصرنا يونان، إحنا تبنا بمنادات يونان عندما لوح لنا بالدينونة، مع إن يونان ما عملش ولا آية. ملكة سبأ جذبتها حكمة سليمان من بعيد، فأتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، لكن أنتوا عصرتوا الحكمة المتجسدة، شخص المسيح نفسه كان وسطيكم ولم تستفيدوا من حكمته. فستقوم ملكة سبأ مع هذا الجيل، دول ودي شهود إثبات ضد هذا الجيل. كان في وسطكم من هو أعظم من يونان ومن هو أعظم من سليمان. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. ملكة التيمن أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، لكن الأعظم من سليمان هو اللي أتى، ومش أتى من أقاصي الأرض، لكن أتى من السماء لكي ما يعلن لنا ويكون لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. بالمناسبة كلمة التيمن يعني الجنوب، ملكة التيمن ملكة الجنوب، ويقال إنها جنوب الجزيرة العربية، ربما تكون اليمن. في تعبير منتشر بكثرة في هذه الأيام وبيضايقني جدا، تعبير إله العهد القديم، وكأنه في إلهين، في إله في العهد القديم وفي إله في العهد الجديد، وده غير ده. كلام فارغ طبعا، لأنه الله واحد ولا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. وإله العهد القديم أو الله كما نراه في العهد القديم منعم وجواد وكريم وطويل الروح وبطيء الغضب وكثير الرحمة، دي صفات الله من الأزل وستظل إلى الأبد صفاته، لأنه لا يمكن أنه يتغير. وهنا بنشوف مراحمه، مش مراحمه فقط مقدمة لشعب واحد أو لأمة واحدة كما يدعي البعض باتهام سخيف لله أنه إله عنصري، لكن ده للكل، ومراحمه مقدمة لجميع البشر. وإن كنا شفنا في يونان بيتوبوا أهل نينوى، وأهل نينوى في الشمال، وعرفنا دلوقتي أن ملكة التيمن ملكة الجنوب، فمراحم الله كانت للكل شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وكان له أتباع من كل الشعوب. فقط أنه أعطى الناموس لشعب ما أو لأمة ما، وما كانش غرض الناموس أن هم من خلال هذا الناموس يصلوا إلى الله، وبكده يبقى الله حجب طريق الوصول إليه من باقي الشعوب، لكن كان الناموس علشان يبين عجز وفشل الإنسان. لكن نعمة الله ومراحم الله كانت من البداية وإلى هذه اللحظة مقدمة للجميع. ملكة التيمن. ملكة التيمن أو ملكة سبأ هي ملكة أممية، أي لم تكن من شعب إسرائيل. كانت تعيش في التيمن اليمني حالياً، وقد سافرت من الجنوب وتكبدت مشقة السفر الطويل وتكاليفه في تلك الأزمنة الغابرة التي كان فيها السفر يتضمن الكثير من المعاناة والمشقة والمخاطر، لكنها احتملت كل هذا لكي تقابل الملك سليمان، استمعت عن حكمته العظيمة كما سمعت عن مجد اسم الرب يهوى العظيم، فجاءت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً. وقد رأت تلك الملكة الأممية 7 أمور مميزة عندما زارت الملك سليمان: حكمته، والبيت الذي بناه، وطعام مائدته، ومجلس عبيده،
وموقف خدامه وملابسهم وسقاته أي المسؤولون عن المشروبات والمصعد الذي كان يصعد به إلى بيت الرب. وقد أشار الكتاب مرات عديدة عن هذه الزيارة التاريخية في ملوك الأول الإصحاح العاشر والأخبار الثاني الإصحاح العاشر، كما أشار الرب لهذا الأمر في إنجيلي متى ولوقا ليبرهن لليهود أن الملكة الأممية سوف تدينهم عند الدينونة لأنهم لم يبالوا بالمسيا عندما جاء في الجسد. فاليهود لم يكن عليهم أن يسافروا لكي يروا المسيا، بل قد كان في وسطهم ولم يؤمنوا به، وهو أعظم بما لا يقاس من سليمان الذي كان في يومه أعظم ملوك الأرض. كان المسيح هو أعظم من الأعظم وأفضل بكثير من الأفضل. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. الآيات اللي سمعناها بتتكلم عن وضع خاص، يعني هنا مش مبدأ عام، وأنا مش رافض كونه إنه يكون مبدأ عام، إن الروح النجس لو خرج من الإنسان والإنسان دوت ما عرفش الرب وقبل الرب في قلبه يرجع الروح النجس ومعاه 7 أشر منه. لكن بفهم الكلام من آخره، بيقول هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إذن المقصود بالإنسان هذا الجيل الشرير أو هذا الجنس الشرير أو الأمة اليهودية بشكل عام. وبيتكلم عن روح نجس، وأعتقد أن روح نجس اللي بيتكلم عنه هنا زي ما بيقول كتير من الشراح أنه روح العبادة الوثنية. والروح النجس دوت ياما سيطر على الأمة اليهودية من أول ما خرجوا من أرض مصر وصنعوا العجل، وروح العبادة الوثنية متغلغل في عبر تاريخهم إلى أن رجعوا من السبي البابلي. وما نقراش أبداً بعد العودة من السبي البابلي إلى اللحظة اللي كان بيكلمهم فيها الرب أنهم عادوا مرة أخرى للعبادة الوثنية، أي أن الروح النجس فارق هذا الإنسان. وجه الرب وقال لهم قبل كده أقبل عليكم ملكوت الله، يقبلوه؟ لا، رفضوه. وبكده الروح النجس هيلقى البيت، أي الأمة اليهودية هيلقى البيت مكنوسا وفارغا ومزينا، يجيب 7 أرواح أشر منه، وهو ده اللي هيحصل فعلا. فتعود هذه الأمة في أواخر الأيام مش لمجرد العبادة الوثنية لكن لأشر ثور العبادة الوثنية. لو قرينا تسالونيكي 2:2 على سبيل المثال، هيقبلوا واحد بيعظم نفسه كإله ويظهر نفسه كإله ويعترف به. هل في وثنية أشر من كده؟ وهكذا يكون لهذا الجيل الشرير. في التطبيق الشخصي، إذا خرج الروح النجس من إنسان ما لم يتعرف بالمسيح ويقبل المسيح مخلصا شخصيا ويسكن فيه الروح القدس، هو معرض أن يعود إليه الروح النجس مرة أخرى. بالنسبة للأمة الإسرائيلية زي ما فهمنا دلوقتي، خرج الروح النجس ولما رجعوا بعد السبي فعلا لا نقرأ إنهم عادوا إلى العبادة الوثنية. جالهم المسيح في التوقيت ده، بس بالأسف الشديد هم رفضوه وظل البيت فارغا. وطول ما البيت فارغ في فرصة رهيبة إنه يعود مرة أخرى الروح الشرير
وتكون أواخرهم أشر من أوائلهم. فالمهم مش أن يخرج الروح النجس، المهم أن يأتي المسيح ويحل في هذا البيت. في الحقيقة في ثلاثية، بيقول فارغ، مكنوس، مزين. فارغ يعني مفوش ساكن، خرج الروح النجس، من الذي جاء لكي يسكن؟ لا أحد. لذلك هذا يديله مجال أنه يرجع تاني، بس مش هيرجع لوحده، هيرجعوا مع سبع أرواح أخرى. لكن كمان مش بس فارغ، لكن مكنوس. مكنوس يعني نضف شوية، يعني زي ما بيقول لنا في رسالة بطرس الثانية أصحاح 2، هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص، لكن هيعودوا وينغلبوا فتصير لهم الأواخر أشر من الأوائل. مأساة. لكن مش بس مكنوس، لكن كمان مزين، يعني في شوية صور تدين، في شوية حاجات جميلة. وروا المسيح الهيكل مزين بحجارة وتحف. المسيح ما اهتمش بالكلام ده خالص، كل ده ملوش قيمة عند في نظر المسيح. المهم مين ساكن في هذا البيت؟ الإجابة لا أحد. وهنا بشوف حاجة أحب ألفت النظر، إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء. ما هو نجس، ما يحبش المية، مش المية اللي بتنزل من الصنابير، لا، المية هنا كرمز وصورة لكلمة الله. بيت مفتوح في الكتاب المقدس ما يدخلوش أرواح نجسة، ما تحبش كده. لكن بيت ملوش علاقة بكلمة الله، طبعا ده عز الطلب. والحاجة التانية اللي لفت النظر إليها إنه يأتي ويذهب ومعه سبعة أرواح أخر أشر. ودي بتورينا أن الأرواح النجسة مش كلها في نفس الشراسة ولا الشر، مش في نفس الشراسة. لما يقول لنا هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، يعني لما يتمسكوا بالفريسة حلني على بات، لما يسيبوه عايزين صوم وصلاة، عندهم شراسة شديدة. وكمان أحيانا بيبقى في واحد أشر من واحد، هنا سبعة أرواح أخر أشر، تصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. الله بيقدم نعمته، وعلى حسب تجاوب الإنسان مع النعمة، يا إما يكون بيؤهل فعلا لنعمة مضاعفة، يا إما بتكون الأواخر أشر. وإن كنا شفنا ده بالنسبة لأمة، فنقدر نشوف ده بالنسبة لشخص مريض بركة بيت حفدة في يوحنا 5. الرب قدم له نعمة بعد مرض 38 سنة، والرب أقامه وقال له احمل سريرك وامشي. لكن لما تقابل الرب معاه مرة تانية قال له ها أنت قد برئت، فلا تخطئ لألا يكون لك أشر. والحقيقة الله بيقدم النعمة، مقدمة النعمة للجميع. فهل يا ترى إحنا بنتجاوب مع النعمة، ولا بنعرض أنفسنا؟ لو أنا رفضت نعمة الله وما قبلتوش كمخلص شخصي في حياتي، أنا بعرض روحي لما هو أشر. في الحقيقة الأصح ده أصح مأساوي. ليه؟ لثلاثية على الأقل. أولا، أول محاولة لقتل المسيح بحسب إنجيل متى بعد خروجه للخدمة. ثانيا، وقوع الأمة في خطية لا غفران لها. ثالثا، الكلمات التي قيلت هنا لما يقول هكذا يكون لهذا الجيل الشرير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، هكذا يكون لهذا الجيل الشرير. مأساة. المسيح بينفصل، وزي ما هنشوف في الجزء الأخير، لا يعترف بالعلاقات الطبيعية، هناك علاقات من نوع جديد. لكن أنا بس عايز أركز على أنه إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، لا يجد راحته، يعود وتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. في الحقيقة الكلام ده ينطبق تمام الانطباق على الأمة الإسرائيلية، فهم بعد السبي البابلي زي ما قال أخونا أسامة، ما نقراش أنهم وقعوا في خطية العبادة الوثنية. وده ما قاله هوشع في أصحاح 3 من نبوته، أصغر أصحاح لكن محمل بتعاليم رائعة. فبيقول لنا كده في عدد 4 من هوشع 3، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس، ملك في أيام النهضة والقوة، ورئيس في أيام الضعف.
بلا ذبيحة وبلا تمثال. ذبيحة عندما كانت علاقتهم رسمية بيهوى، وبلا تمثال يعني أيام الانحراف والبعد عن الله الوثني. بلا أفود وترافيم، يعني اللي هي الألفين السنة دول اللي احنا عايشين في أيام كثيرة بلا هذا وبلا ذاك. لكن ما الذي سيحدث بعد انهم قعدوا فترة طويلة ما عندهمش الروح الوثنية؟ هترجع الروح الوثنية كما فهمنا من رؤية 13 ومن تسالونيك الثانية أصحاح 2 ومن أجزاء كثيرة في الوحي. سترجع الروح الوثنية أشر مما كانت في كل التاريخ الماضي، حتى أن هناك إنسان هو النبي الكذاب يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه الله. التعبير الدقيق للكلمة دي أنه الله، هيقول أنا الله وكل الناس مجبرة إنها تسجد لي. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير. سكن الأرواح الشريرة. سكن الأرواح الشريرة في أجساد بعض البشر أمر ذكره الكتاب المقدس، فأشاروا إليه الرسل وتكلمت عنه الأناجيل كثيراً، وخاصة إنجيل مرقس الذي سجل 7 إشارات شفاء لأناس سكنت فيهم هذه الأرواح الشريرة. والأناجيل عموماً هي أكثر الأسفار في الكتاب المقدس التي تشير إلى الشيطان والأرواح الشريرة التابعة له، لأنها تحدثنا عن المسيح وإقبال ملكوت الله في شخصه المجيد المبارك. وسكن الأرواح الشريرة تنتشر في الأماكن التي لا تتمتع بالاستنارة بنور الإنجيل، ولهذا تنتشر بصفة خاصة بين تلك الشعوب التي ما زالت تتعبد للأصنام، كما يؤكد ذلك المرسلون العاملون في تلك المناطق. وعندما جاء الرب يسوع إلى العالم، كان إخراج الأرواح الشريرة من الناس يمثل جانباً هاماً من عمله. كان يأمر الشياطين بكلمة فتخرج مظهراً سلطانه عليها، وقال عنه بطرس: يسوع جال يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. والأمر المعذي أن تلك الأرواح الشريرة لا يمكنها أن تسكن جسد المؤمن الحقيقي المولود من الله، وذلك لأن الروح القدس يسكن في قلبه، ولأن الآب أنقذنا من سلطان الظلمة، ولأننا صرنا ملكاً للمسيح الذي اشترانا بدمه الكريم، وهو أقوى من الشيطان ويحفظنا من كل لمسات الشرير. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. الأعداد الأخيرة من هذا الأصحاح تختم هذا الفصل اللي احنا أشرنا من شوية أنه فصل مأساوي، لأن الأمة رفضت المسيح وأصرت على الرفض. فيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموا، لا نقرأ ماذا كانوا يريدون أن يقولوا له، لكن لو قارنا المكتوب بالمكتوب مرقس 3 نعرف أن أقرباؤه كانوا في الوقت ده يعني خايفين عليه، قالوا أنه مختل وحبوا يمسكوه، والمسيح لم يخرج لهم، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي. لاحظ أنه ما قالش وأبي، لأن التلاميذ مش ما يمثلوش أبوه، لا حاشا،
بل إن من يصنع مشيئة أب الذي في السماوات، ولأب واحد بس، حتى يوسف لما المطوبة مريم قالت له أنا وأبوك كنا نطلبك معذبين، قال لها لا، كل الناس تقول الكلام ده إلا أنت، أنت عارف أن ده ما لوش أي علاقة إلا العلاقة الشرعية فقط، لكن هو ليس أبي، أنا لا أعترف إلا بأب واحد، والذي يصنع مشيئة أب الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. الأخ يمثل الشركة والرفقة، الأخت تمثل العواطف الجياشة، الأم تمثل العلاقات الطبيعية في أسمى وأقدس صورها. هذا الأمر إن ما عادش المسيح يعترف بالعلاقات الطبيعية مع إسرائيل لأنه قطع العلاقة معهم، لكن هناك علاقة روحية مباركة لمن يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات. في مزمور 69 الرب قال صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي. فعلاقته بالأمة اليهودية وعلاقته بأقربائه بحسب الجسد كانوا حاسين دايما إن هو غريب عنهم، تصرفاته مش مهضومة، ولم يكونوا يؤمنون به وصعدوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل العقل. وقد إيه ده كان جارح جدا بالنسبة لي، لكن هو كان ماشي في سكته بينفذ المخطط الإلهي، الإرسالية الإلهية، عايش في المشيئة الإلهية، وأشار إلى عائلة أخرى مش أقرباؤه بحسب الجسد، لكن كل من يصنع مشيئة الآب. اللي يصنع مشيئة الآب ده دليل على الإيمان الحقيقي وعلى أنه ده من عائلة الله. كل من يصنع مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمي. المسيح لم يكن محكوما بالعلاقات الأسرية ولم تعطل الربط العائلية، وكان في ذلك النذير الحقيقي بحسب سفر العدد إصحاح 6. نلاحظ أن العلاقات الروحية تمثل بعلاقة الأب، بينما العلاقات الجسدية الطبيعية تمثل بعلاقة الأم. وعشان كده جميل مزمور 69 غريبا عند بني أمي اللي ليهم العلاقات الطبيعية، بينما بالنسبة لنا إحنا ملناش علاقة بالأم إطلاقا، لكن لنا علاقة بالأب. عشان كده المسيح بعد قيامته من الأموات قال للمجدلية اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. الأب واحد مش كده؟ بس نظرا لاختلاف البنوة بالنسبة للمسيح عن بنوتنا نحن، لا يقول أذهب إلى أبينا وإلهنا، لكن أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لكن يظل المعرفة لا علاقة لها بالعلاقات الطبيعية الجسدية، نحن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فإننا الآن لا نعرفه بعد. لكن هذه الأمة لها علاقة به باعتبار الأم. فنقرأ مثلا في سفر النشيد لغة البقية التقية مستقبلا في فترة الضيقة العظيمة، أمسكته وأدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. إذن البقية التقية لهم علاقات طبيعية، لما هيأمنوا هيمسكوا ويدخلوا إلى بيت الأم. بالنسبة لنا علاقتنا مع المسيح ليس عن طريق الأم بل عن طريق الأب. في نشيد 3:11 أخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. فهيرجع لهم تاني وهيعود للعلاقة دي مرة تاني، وهم هيقبلوا ويتوجوا. ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي. دايما العلاقات، وده روعة الكتاب، دايما العلاقات الطبيعية بالأم، لكن احنا اللي ما كناش من هذه الأمة حسب الجسد، احنا من الأمم، علاقتنا مع المسيح عن طريق الآب. ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي. إن كان لا يعترف بالعلاقات الطبيعية لكنه يعترف بتلاميذه، وإن كنا نعترف به الطبيعي إنه يعترف بنا، وإن كنا ننكره فلابد أن ينكرنا، لأن من يصنع مشيئة أبي
الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. كثير بيدور على أنه يعرف مشيئة الله، لكن أنا ما يقولش لأن من يعرف مشيئة أبي، لكن لأن من يصنع مشيئة أبي. فعلينا أن احنا ندور على أننا نعمل مشيئة الأب، ومشيئة الأب دائما هي إكرام الأب. بهذه الأعداد كأن الرب قطع علاقته بهذه الأمة التي رفضته وتحول عنهم، وبداية من أصحاح 13 هيتجه إلى الأمم في وضع جديد وتدبير جديد. رائع الكتاب المقدس، فأصحاح واضح فيه الفشل بتاع الأمة، ويختم بهذه الحادثة التي لها مدلولها التدبيري. وبعدين هنوصل لأصحاح 13 قسم جديد كلية، يقول لنا في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، وحنشوف المعنى الروحي العظيم في هذا الأصحاح الرائع. والأمم عادة لا يقبل هذا الكتاب، فالمشكلة مش الغنى والفقر، المشكلة أنا عنده النية وعنده الرغبة أنه يفهم. عجباني الوعظة دي، مش عجباني الوعظة دي. قال هنري مارتن المرسل الإنجليزي للهند ولإيران، قال الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون، لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد. هل تشتهي أن تدخل إلى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز؟ بمعنى هل تشتهي أن تدخل إلى كلمة الله المليئة بالجواهر والدرر والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستقصى في هذا الكتاب العظيم؟ لذلك ندعوك إلى هذا البرنامج فاحصين الكتب، الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسة موضوعية جزءا جزءا من كلمة الله. We'll be right back.